خطر أرمادلن. أريد الحصول على مجلة بلوسي فلاش بسرعة. ستحارب شريرة جديدة. أجل، بلوسي براش، إنها المواجهة النهائية. زوبعت فلوس الدوارة. ماذا؟ يا إلهي، أين اختفت كل الكتب؟ آسف يا أطفال، نفدت الكمية. دخل أحدهم المتجر ليلة أمس وسرق كل شيء. ليلة أمس؟ أي شرير قد يفعل هذا؟ علينا أن نكتشف ذلك. المقنعون الصغار سيخرجون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهارهم. تتحول أمايا إلى بوما. يتحول غريك إلى يتحول كونر إلى البتر. آسفة على وقت الثرثرة، هناك من سرق المجلة وعلي أن أعرفه. هاي، ماذا لو كانت بوسي فراش حقيقية وهي من سرقت كتب فلوسي فلاش؟ سيكون ذلك رائعاً. أو لا. الفاعل لم يقتحم المكان، ربما لم يستخدم الباب. أجل، ربما دخل عبر السقف. سأتفقد الأمر وأمل أن أجد بعض الأدلة. قبضة الزاحف الخارقة. افتح الباب حالما تدخل. كنت أعلم أنني سأجدكم هنا. فالمجرمون يعودون دائماً إلى مسرح الجريمة. ماذا؟ أتظن أننا من سرق المتجر؟ لا، نحن أخيار، ألا تذكر؟ نعم، بالإضافة أحب الكتب المصورة وفلوس فلاش مجلتي المفضلة. حقاً؟ وأنا أيضاً. محاولة جيدة بوما، ولكن أنا واثق مما رأيته، وكل الأدلة تشير إليكم. أي أدلة؟ لا أعلم، ربما هذا وهذا وهذا. لم تكن أي من هذه الأشياء هنا بعد السرقة. نعم، لابد أن أحداً دسها. دسها؟ مسها؟ لا أريد عذاراً. حان وقت تطبيق العدالة بأسلوب أرمادلن. صدق الرعب. انظروا ماذا وجدت في طائرتكم. حان وقت الاعتراف أيها المقنعون. كيف دخلت إلى هنا؟ أحدهم يريد توريطنا. إنها الحقيقة، عليك أن تصدقنا. أعتذر منكم، بصفتي بطل المدينة الوحيد علي أن أقدمكم للعدالة بأسلوب أرمادلن. عذراً، لم أقصد ذلك، ولكن لن أتوقف حتى تتحقق العدالة. سأبعده الآن، وأنتما اكتشفا من ورطنا بهذا. سرعة القدس الخارقة. أيها البطل، أنا هنا. الفتى القط هنا، هنا. أيها الآلي، أيمكنك أن تسحب صور المراقبة من متجر الكتب المصورة قبل دخولنا إليه؟ في
فكرة جيدة. إن أريناه أن شخصاً آخر اقتحم المكان، حينها سوف نثبت براءتنا. نينجا الليل، يجب أن يراه أرماديلان. مهما فعلتم، لن تفلتوا من العقاب أيها المقنعون اللصوص. الآن لن نواجه مشكلة بالعثور عليه. مستعدون للاستسلام؟ ها؟ لن نسلم أنفسنا على جريمة لم نرتكبها. شاهد هذا. النينجا الأشقياء، سوف أقدمهم للعدالة. ليس بهذه السرعة. أولاً، علينا أن نعرف لماذا فعلوا ذلك. مهلاً، ماذا لو قام نينجا الليل بتلفيق السرقة ليشغلنا؟ ليشتت انتباهنا. أجل، حتى يفعل ما يحلو له دون أن يعترض طريقه أحد. أو ربما اكتشف نينجا الليل أنه يستطيع فعل ما يحلو له دون أن يعترض طريقه أي بطل. ألم أقل هذا للتو؟ هيا، فلنلقي القبض على الأشرار بأسلوب أرماديلان. ماذا لو فعلنا ذلك بأسلوب فلوسي فلاش الأقل تدميراً؟ الرعد المتدحرج. هاي، انتبه للتمثال. سينتصب بفخر عما قريب، وسترى المدينة بأكملها أعظم نينجا في التاريخ. وكيف تخطط لنقله بالضبط؟ حتى أنا لست قويا بما يكفي لأرفع هذا الشيء. هذا لأنك لا تملك أصابع النينجا. شاهد كيف سنبعد هذا المقر السخيف عن الطريق ونضع تمثالي بدلا من محاربي النينجا. الفتى قد كسر القيادة. حسنا، رياح الثومة. المزعجون الصغار، ظننت أنك احتجزتهم لقاء سرقتهم الكتب المصورة. ما عدا أنه يعرف أنك أوقعت بنا. هاجمهم. خطتك انتهت يا نينجا الليل. أجل، وسأجعلك تدفع ثمن خداعك لي بأسلوب أرماديلان. أنزلني. لا، لو أنك احتجزت المقنعين كما خططت أنا، ما كنت سأضطر لفعل هذا. يا رفاق، أنتم بخير؟ هيا، خطوط القدس الخارقة. شكراً أيها الضخم. لا مشكلة، فأنا مدين لكم بعد اتهامي لكم. ما كان علي أن أتسرع بالحكم عليكم. كنت تحاول القيام بما هو صحيح، ليس ذنبك أن نينجا الليل خدعك. حسناً، لدي خطة سرية سوف تفاجئه. حان وقت البطولة. أنقذتم مقركم؟ وليكن، أنا لم أنتهي منكم بعد. اختبئوا خلف السياج كما يحلو لكم مع كرات اللاصقة الخارقة، ستلتصقون في الداخل للأبد. هيا، دخل في الزاحف الخارق. قدس القدس، سرعة القدس الخارقة. من هو الملتصق الآن؟ ها؟ لماذا يا آكل النمل الضخم؟ أرماديلو. يا. ها.
ربما علينا أن ندعهم يفكروا بما ارتكبوه لبعض الوقت بينما نعيد الكتب المصورة إلى مكانها. فلنهتف معاً، نحن المقلعون أنقذنا الفوضى والآن مع مساعدة أرماديلا الرائعة. انتهى أمرك، استعدي لتسقطي في قبضتي إلى الأبد. أو لا، ليس مجدداً، علينا أن نساعد بوما. لن تفلتي من العقاب بوسف براش. ركلة فلوس براش المدمرة. مدمرة.